معكم صابر فيتنس بالدارجة، والموضوع ديال اليوم غادي يكون على الكارديو. شنو هو الكارديو؟ كيفاش ندير الكارديو؟ علاش ندير الكارديو؟ امتى ندير الكارديو؟ خليكم معايا. نوت صغير الكلمات كارديو فاسكولار اكسرسايز، اي تمارين اللي كتخدم عضلات القلب. القلب حتى هو بحال اي عضله، ملي كنمرنو فهو كيولي اقوى، وبالتالي ما كيحتاجش انه يضرب بزاف باش يضخ الدم في الجسم كامل. المهم الكارديو هو اي تمرين غادي يخلي ليا عضلات القلب تخدم، وممكن نقسموا المجهود اللي كيدير القلب لستة ديال لي زون، اي حسب كل ما زدنا في المجهود كل ما كيدخل لا زون اللي موراها. وقبل ما ندخلوا لهاد لي زون خصنا ضروري نفهموا واحد الحاجه اللي هي HR max او الماكسيموم هارت ريت، اي دقات القلب القصوى اللي غادي يوصلها القلب ديالي. وباش نحسب هاد HR max يمكن لي نتبع واحد الفورمول اللي بازيك، اللي هي 220 ناقص العمر ديالي كيخرج ليا HR max، ايش حل الماكسيموم ديال دقات القلب اللي نقدر ندير. ولكن اللي خصني نعرف هو ان هاد لا فورمولا هادي كتغلط ببلوز او موان 40 دقه في القلب. دونك مثلا خرجت لك واحد 190 هي الاتش ار ماكس، تقدر الاتش ار ماكس تكون 150 كما تقدر تكون 230. وهو في اي حاله في هاد الحساب هذا فهو غير واحد تقريبي، فكيعطينا غير واحد العدد تقريبي. دابا ندوزو لي زون. عندنا اول زون اللي هي لا زون واحد، زون ديال الراحه. هاد لازون هادي فين قلبي كيكون كيضرب قل من 50% ديال الاتش ار ماكس. اذا الا كان عندي انا 190 هو الاتش ار ماكس، محد قلبي كيضرب 95 دقه في دقيقه ولا قل، فانا مازال في ديك الفتره ديال الراحه. بالنسبه لازون الثانيه هي ديال النشاط الخفيف، نشاط اللي تكون خفيف بزاف، وهاد لازون هادي كتكون محد قلبي كيضرب ما بين 50 و 60%. اي ناخذو 200 باش نسهلوا الحساب، اي ما حد قلبي كيضرب ما بين 100 دقه ما بين 100 و 120 ار بي ام، فانا في هاد لازون ديال الخفيف. وهاد لازون هادي اللي خصني نفيزيها ملي نكون كندير تسخينات، مثلا ملي نكون كندير لي شوفمون لي زيتيرمون، داكشي خصني نحاول نبقى في هاد لازون هادي ديال ما بين 50 و 60%. ندوزو دابا لازون الثالثه. زون الثالثه نقدروا نسميوها بالويت كنترول، وهي ملي كيكون القلب ديالي كيضرب ما بين 60 و 70% ديال الاتش ار ماكس. وهاد لازون هادي كنفيزيوها ملي كنكونوا كنديروا تمارين المقاومه، وكنفيزيوها ملي كنبغيو نحرقوا الدهون. ركزوا ليا على هادي، ملي كنبغيو نحرقوا الدهون فكنفيزيو هاد لازون هادي ديال ما بين 60 و 70%. دوزو لازون الجايه اللي هي لازون 4. لازون 4 هي اللي كتسمى بالايروبيك، وهي اللي كتكون ما بين 70 و 80% ديال الاتش ار ماكس ديالي. كما سميتها فيها ايروبيك، اي انها كتستخدم الهواء بزاف. هذه هي لازون اللي كنخدموا فيها ملي كنبغيو نديروا الكارديو اللي كيقوي لي عضلات القلب، والتمارين ديال التحمل او لونديرونس. اذا الا كنت باغي نخدم السوفل لونديرونس خصني نفيزي هاد لازون هادي ديال 70 حتى 80%. لازون الخامسه واللي كتسمى بالانايروبيك، وهاد لازون هادي كتكون ما بين 80 و 90%. هاد لازون هادي غادي نلاحظ انني ملي كنوصل ما كنقدرش نتنفس ديك الساعه. انا وصلتها بالهضره كنلاحظ انني ما كنقدرش نتنفس ديك الساعه. وهاد لازون هادي كندخلها ملي كندير سورتو التمارين الانفجاريه بحال سبرينت بحال باور ليفتين. وغندوزو دابا لاخر زون اللي هي لازون السادسه، ولازون اللي كتسمى الفي او 2 ماكس. الفي او 2 ماكس نورمالمون كتعني ان شحال كتعني الفوليوم ديال الاكسجين الماكسيموم اللي كنقدر نخدم انا الجسم ديالي اللي غيقدر يخدم، اي الحجم ديال الاكسجين اللي نقدر نخدم في ديك اللحظه. وهاد لازون هادي كتكون ما بين 90 و 100% ديال الهارت ريت ديالي، اذا ما بين 90 والموت مكاينش. المهم هادو تقريبا هما التقسيمات ديال لي زون على حسب دقات القلب ديالي وكل افور فين نديرو. دابا ندوزو لامتى ندير الكارديو. بالنسبه لي انا امتى ندير الكارديو، واش قبل ولا من بعد التمرين ولا بوحدو ولا هادي، فهادشي كيبقى على حسب اين نوع ديال الكارديو غادي ندير. فمثلا الكارديو اللي كيبدا قبل التمرين فغالبا كيكون الكارديو اللي غادي يخليني في لازون الثانيه، اي لازون ديال التسخين. غالبا هذا الكارديو كيكون من نوع ليس، اي لو انتنسيتي ستيدي ستيت كارديو.
زعما واحد الكارديو اللي كيكون خفيف الشده وما كيكون خفيف الشده وكيبقى غادي نيشان. هاد لي كارديو يمكن لي نديرو فهو بحال المشي ملي كنكون كنتمشى راني داير لي كارديو. المشي العادي كنكون كندير بيكال خفيفه فهذا لي هو لي كارديو. المهم ما حدي في لا زون ثانيه فنقدر نعتبرو لي كارديو ونقدر لي كارديو نقدر نديرو لمده طويله والقلب ديالي ما غيعياش التنفس ديالي ما غيعياش غنعيا ملي غتعيا لي العضله. فغالبا العضله بحال مثلا كندير المشي فغنقدر نتمشى بهاد لي ستيدروني رجلي اما القلب ديالي ما غيعياش التنفس ديالي حتى هو ما غنعياش في التنفس. من 5 حتى 15 دقيقه قبل التمرين ندير لي كارديو ندير مثلا فهمتي واحد 10 دقائق ديال المشي ولا 15 دقيقه ديال البيك على خفيفه بزاف باش منا نسخن الجسم ديالي ونتفادى الاصابات. اما الا درت كارديو مزيد قبل التمرين فكنحرق الطاقه اللي عندي كغليكوجين اللي كتكون مخزنه في العضله وبالتالي ملي كندوز نبغي ندير تمارين تحمل وداكشي ما كنقدرش نديرهم. ماشي ما كنقدرش نديرهم ولكن ما غنقدرش نديرهم بديك الجهد اللي كنت غادي نديرو كون كان عندي غليكوجين عامر وبالتالي ما غنقدرش نحفز العضله للماكسيموم ديالها. نشوفوا دابا الكارديو اللي نقدر ندير مور الحصه. مور الحصه نقدر ندير الكارديو لمده ديال 10 حتى 30 دقيقه ديال الكارديو اللي كيكون في الزون 3 او ديك الزون اللي غالبا كتكون في حرق الدهون. والنوع ديال الكارديو اللي غادي يخليني في هذا النوع ديال الكارديو اللي غادي يخليني في هذا لا زون غالبا غادي يكون ميس كارديو اي مودريت انتنسيتي ستيدي ستيت زعما كارديو بشدة معتدلة او معتدل الشدة وتا هو تيبقى غادي ستيدي زعما تيبقى غادي على نفس الحال. اي انني مثلا غادي ندير واحد البتيت فولة 6 كيلومتر في الساعة وغادي نبقى غادي في ديك 6 كيلومتر في الساعة ما نبقاش نطلعو نهبط في الجهد. علاش غادي نديرها مور تمارين المقاومة؟ فمن بعد ما كنكون ساليت هذوك الخزائن ديال الجلايكوجين او الاغلبية الخزائن ديال الجلايكوجين اللي في الجسم ديالي فكندوز لهذا الميس كارديو اللي كيخليني في الزون 3 وكيخليني نحرق الدهون نيشان. اما بالنسبه للجانب الخايب في الكارديو مور لاصال فهو كيعيق ليا وكيتقل ليا الاستشفاء العضلي وما كيخليش العضله ديالي تكبر الماكسيموم ديال القوه والحجم اللي كانت غادي تكبر له بوتونسييلمون اي بوتونسييل ديالها بوتونسييل نخلي لكم الكلمه بالعربيه ما جاتش ليا دابا في راسي. بالنسبه لي انا احسن طريقه باش ندير الكارديو هي نديرو في النهار بوحدو ولا نديرو بعيد على الحصه بواحد 6 سوايع تقريبا. وهذا الشيء اللي كان في هذه الحلقه غادي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا كما العاده كان معكم صابر نفيد ناس بالدارجه وغنبقى معكم ديما وبالدارجه تهلاو.